سئل أحد الصالحين قالوا له قل لنا شيئا يشوقنا إلى الجنة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب أمته حب عظيم، من مظاهر محبته لأمته أن الله عز وجل لما جعل له دعوة مستجابة خبأها لأمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة قد دعا بها استجيب له، وإني خبأت دعوتي لأمتي. من مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام لأمته أنه رؤوف بالمؤمنين، حريص عليهم. يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم لأمته أنه يدعو لأمته في كل صلاة. نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لعائشة قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، فضحكت عائشة رضي الله عنها قال هل سرك دعائي؟ قالت وما لي لا يسرني. قال عليه الصلاة والسلام والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. ومن مظاهر محبتي صلى الله عليه وسلم لأمتي أنه بكى من أجل أمتي، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي وبكى، فيقول الله عز وجل اذهب يا جبريل إلى محمد فاسأله ما يبكيك وربه أعلم، وقل له يا جبريل إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك. من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم لأمته أنه يشفع لهم يوم القيامة، حينما يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه يا رب أمتي أمتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذاق مر الحياة ومشقتها، نشا يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين، مات له 6 من الولد ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر، كان يقول أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم.